أهلا بيكم مع تكنو هاب في فيديو جديد من مجموعة الفيديوهات الشهرية بوتروت، الفيديوهات اللي موجهة للناس اللي جاهزة إنها تنفذ عملية اختبار اختراق كاملة للنظام أو الناس اللي بتحضر للشهادة زي شهادة الـ OSP. أنا جايب لكم النهاردة ماشين من فالن هاب اسمها كيبوتريكس ليفل 1. هسيب لكم في الوصف بتاع الفيديو لينك الماشين. الماشين مصنفة على إنها إيزي ماشين بس فيها شوية تركات ظريفة. يلا بينا نبتدي. طيب احنا دلوقتي على اتاك ماشين، وادي الماشين اللي احنا هنتكلم عليها النهارده كيبوتريكس. المفروض ان الماشين دي كاتيجرايزد على انها ايزي ماشين، هي اوريدي محطوطه في فبراير 2010، قديمه شويه. عشان كده لما الناس هتيجي مثلا داونلود الماشين هيلاقي شويه مشاكل مع ان هو يظبط النتورك ويشوفها في الفيرشوال ماشين بتاعته. اتاكد ان انت بتغير في الفي ام اكس فايل بتاع الماشين النتورك من ان هي تكون بريدجد عشان تبقى ناتد عشان تعرف تشوفها، يعني غير البريدج بريدجد نتورك خليها نات، وهتقدر تتعامل مع ماشين بمنتهى البساطه. طيب يلا بينا نبتدي مع الماشين. اول حاجه نكرييت دايركتري لينا، ماشي. ممكن عشان هنشتغل كذا ماشين بعد كده، هنشتغل فيرجن 2 و 3 بعد كده، فخلينا ممكن مثلا نعمل كي داير في 1. اوكي يلا بينا ان ماب. لا قبل ان ماب عايزين نعرف اصلا الاي بي بتاع الماشين كام. يس يو دو نت ديسكفر الرينج بتاعنا. اوكي ده الـ IP address بتاع الماشين. طيب يبقى احنا ممكن nmap بسرعة كده نشوف الـ IP كل البورتس الموجودة. واحد تلاتة ستة عشان يبقى سكان سريع. ماشي هو طلع عندنا SSH 80 RPC RPC وكمان في HTTPS و KDM. طيب تعالى بقى نشوف الفيرجنز بتاعتهم. هو كده هنتكلم في رينج البورتس العادية خالص، مفيش بورتات غريبة. يبقى هنقول له ماينس A وعايزين نكيب الفايل ده عندنا ونسميه NMAP. تعالى قبل ما يخلص ممكن نبص على الماشين. طيب دي التست بيج بتاعت الاباتشي عادي خالص، مفيهاش حاجة. ممكن برضو نجرب نشتغل عليه HTTPS. سكيور كونكشن فيلد، هي عشان ماشين قديمة فهو شغال بي نون سكيور بروتوكولز، وغالبا مش هنعرف ان احنا نكونكت على ال SSH او سوري على ال HPS عليها، فخلينا نشوف هنعمل معاه ايه. طيب هو كده طلع الفيرجنز خلاص، تعالى كده فرجنا عندك ايه. عندك Open SSH 2.9 و اتش تي بي موجود على اباتشي الماشين ريد هات. طيب عندنا ايه كمان؟ عندنا الار بي سي بورت 3 وحايد على التي سي بي واليو دي بي. عندنا كمان نت بايس سامبا، في سيرفيس سامبا والورك جروب اسمها ماين جروب. اوكي في 443 بس مش عارفين نكونكت عليه. وبعد كده في 1024 ده برضو الار بي سي.
اوكي طيب جميل قوي. عايزين نشوف بقى ايه بقية الانيميشن بتاعنا، نجرب هنا. طيب هو بيتكلم هنا ان في لولي ان ممكن تطلع البتاع ده، تعمل فايل ترافيرسال جوه السيرفر اتسلف، ولا ما لقاش شويه، ما لقاش اي حاجه مفيده لحد دلوقتي تقريبا. في تيست بي اتش بي، تعال نجرب تيست البي اتش بي فيها ايه. ما لقاش حاجة فيها عادي، يدوب بس بي اتش بي برين تيست يعني. طيب اوكي، طيب نجرب كمان ايه، درب. هو السيرفيسز الموجودة بتاعت الار بي سي والسامبا دول اكيد ليهم معنى، فاحنا هنحتاج برضو ان احنا نعمل انيميريشن عليهم. تعال نجرب كده مثلا ايه ار بي سي، كونكت سيرفر ايرور. ماشي خليها دلوقتي كده ونشوف ده بيطلع علينا ايه. اعتقد دي حاجات كلها علاقة بالانستليشن، مفيش حاجة جديدة. دي كلها الديفولت انستليشن بتاعت الاباتشي. طيب ديرف مطلعش حاجة مفيدة. اوكي طيب تعال نبص كده تاني، كان الماب كان مطلع ايه. عايزين نشوف ده اوريدي اصلا لو في اكسبلويتيشن عليه او في فيرنابيليتي عليه. وعندنا كمان هو اوريدي اصلا دي كده فرنربل، ليها فرنربيلتي يعني احنا لو دورنا عليها. ليها اكسبلويت موجودة بس اكشولي ما اشتغلتش معايا يعني، كان ليها مشكلة في ان الفيرجن اللي موجودة بيها بتاعت اللي كانت شغالة بيها قديمة، فما اشتغلتش معايا صح. فخليها دلوقتي نجرب بقية الفرنربيلتيز الموجودة. عندنا السامبا، محتاجين نشوف السامبا دي فيها ايه. السامبا عندنا مشكلة ان احنا مش عارفين الفيرجن بتاعتها، فاحنا ممكن نبتدي نجرب مثلا في ميتا سبلايت كده نشوف الفيرجن بتاعت سامبا. دي عشان يقوم اوكي ام خلاص سيرش سامبا. انا كده حاجه غلط. من اس ام بي
اوكي، دي بتطلع اقول يو زيرو كده، ممكن اقول يو زيرو او ممكن اقول له بالفول نيم. ماشي، طيب تعالى بقى كده شو اوبشنز. طيب كل الكونفيجريشن اللي عندنا ان انا اسيت الريموت هوست، ونقول له رن. اوكي، جاب لنا كده الفيرجن بتاعتها 2.2.1 ايه دي فور يونكس. تعالى كده ممكن نجرب سيرش سبلايت بقى، نشوف لو في اكسبلايتس ليها. جميل جدا. طيب في عندنا دي، اوكي دي على ميتا سبلايت، جميل جدا، ممكن ناخدها نشتغل بيها على طول. وفي دي بي اس دي ريموت كود اكسكيوشن. طيب تعال نجرب دي الاول. اوكي جميل، دي في دورة بي اس دي فري بي اس دي سوري دي لينكس. خلاص يبقى هناخد 1. اوكي، هنا قال لك ان الديفولت هيشتغل على الريفرس ده، عايزين نغير ده. اوكي، وعايزين نشوف الاوبشنز بقى. طيب عايزين برضه نسيت الار هوست، مفيش اي حاجه تانية هنعملها. جميل جدا كده، ورينا اوبشنز تاني الاوبشنز كلها. ماشي، ادي الهوست، البورت ماشي، ده اللوكال هوست وهيكونكت على البورت ده عندنا. اوكي، وتعالى بقى نقول له اكسبلويت، اكسبلويت او ران الاثنين زي بعض. هو هيتراي دلوقتي ان هو بيعمل بافر اوفر فلو عشان يكريت شيل، يفتح شيل كونكشن. فتح شيل كونكشن، بس فتح شيل كونكشن باكسس روت كده. وي ار روت على الماشين بمنتهى البساطة، بمجرد ان احنا وي اكسبلويتد فولنربيليتي موجودة في السامبا اللي انستول ده على الماشين. السامبا المفروض ان هي حاجة بتستخدم عشان تعمل فايل شيرنج بين ال السورسز او الديفايسز مع بعضها في النتورك يعني. مثلا ان هي فيرجن كانت قديمه وعليها فرنربيلتي، فقدرنا ان احنا نعملها اكسبلويتيشن ونجين روت اكسس على الماشين كده بمنتهى البساطه. ممكن اقول له كات اي تي سي سلاش باس دبليو دي مثلا، ده ليست اليوزرز الموجوده على الماشين. كات اي تي سي سلاش شادو فايل كل ال encrypted passwords بتاعت ال users. ادي ال host name، نشوف شو ال host. ده list of hosts. ضيف موجود. مش موجود، اوكي وات ايفر. بس كده احنا شفنا ازاي ببساطة جدا من غير ما نشتغل بقى على الويب سيرفر، من غير ما نشتغل على نكونكت اس اس اتش ولا حاجة،
عرفنا نجيب روت اكسس على الماشين بمنتهى البساطة خالص عشان البرنابيلتي كانت موجودة في السامبا. نلتقي ان شاء الله الشهر الجاي مع ماشين جديدة من نفس الفاميلي ونشوف هنتعامل معاها ازاي.